تمكنت فصيله الابحاث للدرك الوطني ببير مودرايس من الاطاحه بجماعه اشرار مكونه من 5 اشخاص، حيث تم توقيف 2 شخص، بما يبقى 3 اشخاص في حال بحث يحترفون ترويج المخدرات عبر اقليم ولايه الجزائر والولايات المجاوره. العمليه تمت بعد تلقي افراد الفصيله لمعلومات مفادها وجود سياره مشبوهه تقوم بنقل وبيع وترويج المخدرات. تم وضع خطة محكمة لتتبع السيارة والأماكن التي تتردد عليها، أين تم توقيف أفراد الشبكة المكونة من 2 شخص. بعد تفتيش المركبة عثر بداخلها على كمية من المخدرات تقدر ب 4.98 كيلوغرام. بعد مواصلة التحقيق والاستعانة بالثنائي السينوتقني للقيام بعملية تفتيش منازل المشتبه فيهم، تم ضبط وحجز كمية من المخدرات الصلبة كوكايين المقدر وزنها ب 7.2 غرام، كمية من الأقراص المهلوسة مختلفة الأنواع، بالإضافة إلى سيارة كانت تستعملها العصابة في الترويج. المتورطون في القضية سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بمجرد استكمال إجراء التحقيق.